اما بقى بالنسبه لمسلسلات الانيميشن والكرتون في شهر رمضان، فامبارح كان عندنا برضو مسلسل يحيى وكنوز، كان فيه تفاصيل ده طبعا بالنسبه للجزء الثالث، ومسلسل نور والكوكب السعيد، كمان مسلسل سر المسجد ومسلسل نور. الحلقات ال 13 من مسلسلات الأنيميشن والكرتون في شهر رمضان شهدت أحداث مشوقة. في الحلقة 13 من مسلسل سر المسجد دار الحديث عن نجاح أبطال المسلسل سيف وياسين وميمو في الحصول على أحد رموز المسجد، ونجحوا في الإجابة عن الألغاز اللي طرحها عليهم راشد، وتوجهوا للمسجد لتوصيل الرمز، وأوضح لهم الشيخ صلاح أدعية دخول وخروج المسجد وآداب المسجد، وحثهم على الاقتداء بسنة رسول الله فيما يتعلق بدخول المساجد. أداء تحية المسجد ودعاء الدخول والخروج من المسجد. كمان بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل نور والكوكب السعيد بحديث نور وزهرة وفرحة ورامي صديقهم عن نتيجة زراعة الناس الأشجار الكتير وإن ده مفيد للجميع، وبتظهر فرحة وهي سعيدة من الطاقة الإيجابية الكبيرة اللي بتملى الكوكب، وبيحصل لها دوار مفاجئ عشان يكتشف نور إن في امرأة شريرة هي السبب في ذلك. هي عمل الحفرة وفرشها بطمس وزرع الشجرة وثبتها كويس، ووعد إنه هيجي يبص عليها كمان أسبوع. أنا في قمة السعادة لوقت طويل، قوتي واصلة 100% بسبب الطاقة الإيجابية اللي مالية المكان. أه إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ يا ترى إيه اللي حصل؟ أما عن الحلقة 13 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، فبدأت بحديث يحيى لكنوز والأستاذ عصام ونانيا عن سرعة الأحداث في هذه الفترة، وإنه قلقان من أن تكون البروفيسورة جميلة ومغاوري بيخططوا لتغيير أي شيء في الأزمنة عشان يغيروا أحداث الواقع. وخلال أحداث الحلقة بتظهر جميلة وهي بتسرد للقائد المغولي كتبغة ما سيحدث ليؤمن نفسه. أنت عرفت إزاي إنهم هيقتلوا الرسل؟ وإيه تاني تعرفيهم خبيئة؟ فكوها وهاتوها لي. أما أحداث مسلسل نورة الحلقة 13، فبدأت بذهاب نورة لمقابلة الشخص اللي تحدث معها عبر الإنترنت، ولما بتقابله في المدرسة بيعرفها على نفسه ويقول لها إن اسمه مروان، ودي المدرسة الرابعة اللي بيحول ليها السنة دي لأنه مريض بمرض البهاق وهناك أشخاص بيتنمروا عليه كتير. مش باين عليا السبب؟ شكلي مش غريب مثلاً؟ الموضوع ابتدى بقعة صغيرة قوي تحت عيني لحد ما وسعت وغطت وشي كله، وقتها ما كانش عندي مشكلة، مش فارق معايا، كانوا أهلي مفهميني إن ده مرض واسمه بهاق. المرض ده ما ضايقنيش، بس انتوا اللي ضايقتوني. انت عارفة إني بحب الفسحة قوي، بحس إن الفصل كله بتاعي، محدش هيضايقني بالنظرة أو بكلمة. أكيد يعني مفيش كرسي هيجي يقولي ما تقعدش علي عشان هتعديني. الجانب التوعوي مهم جدا 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 في مسلسلات الكرتون، لان زي ما احنا قلنا ولادنا يعني شخصيتهم بتتكون من خلال هذه المسلسلات. شفنا يمكن اخر مشهد دلوقتي كنا بنشوفه بنتابعه، طفل عنده بهاء ما عندوش مشكله مع البهاء، هو عنده مشكله مع نظره الناس ليه، لكن هو برضو قال نقطه كويسه جدا ان اهله بيدعموه، ودي يعني رساله قويه لاهالي اي طفل مثلا او الاطفال اللي عندهم بهاء، وفي نفس الوقت نظره الناس ليه لازم تختلف. لازم احنا كمان نربي عيالنا على ان هم يتقبلوا اي حاجه موجوده حواليهم، مش لازم نقعد نسال، مش لازم نقعد نستفسر،
ده زميلك موجود معاك، مش لازم نقعد نتكلم وندخل في تفاصيل. على كل احنا واحنا بنتكلم عن التنوع في دراما رمضان، احنا من جانب اخر من جوانب التنوع في المحتوى ال 15 حلقه. في ناس كتيره ما بتحبش الحلقات الطويله ال 30 حلقه والاحداث الكتيره، بتبقى عايزه الايه الخلاصه يعني. فال 15 حلقه دي بتكون مناسبه لناس كتيره جدا. فاحنا عندنا عدد كبير جدا من المسلسلات، يمكن تخطى ال 10 مسلسلات تقريبا، واصلين لل 15 حلقه. عتبات البهجه خلاص هيخلص، في جودر الياسر جلال هيبتدي خلاص النص الثاني من رمضان، في مسار اجباري اللي موجود عندنا على القناه الاولى هيخلص، في مليحه هيبدا. ففي حاله من التنوع سواء في المحتوى او حتى في مده الحلقات.